ايش المحلبيه ذي وشي؟ ها انا يعجبني يا اخوان، ما هو ب يوم تودع انت رفيجك وتكون انت الحزين، انا يعجبني لما يكون هو المودع ويكون عنده قوه، ايوه عنده رباط الجعش، هاي ترى تعجبني، هذا يعطيك انطباع ان الرجل هذا والانسان هذا تحديدا بكره اذا وقع في صدمات تؤمن بالله، وقع في صدمات وقع ولدك وقع في صدمات الحاله يبي يتخرج ما راح ينهار. صح. ايش لم يا ابو جايز؟ سولت في مره من المرات ماذا تتمنى؟ انا يوم دخلت البرنامج اول ما دخلت خامس يوم برنامج كاريزما جبت لي دفتر، اشتريت لي دفتر وكتبت ماذا لو كنت المغادر، ماذا لو كنت المغادر، وثبتت لي تغريده في تويتر اي اذكرها، وطلبت من العيال كل ابوهم يكتبون ابو سحاب ماذا لو كنت المغادر اكتب سأشتاق يعني. إيه سأشتاق ليكم كذا 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 كل ابوهم اكتبوا 25 رجال 27 رجال في المنشن ايه لا 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 في الدفتر هذا ايه سلمت الدفتر اللي ماسكين الحساب طلع عبد الله الروقي الاسبوع الرابع صوروا قصاصتك كتابتك ونزلوها تاج لك ماذا لو كنت المغادر عبد الله الروقي يكتب مشاعله ينزلها الا رهيبة. انا رهيبة. ما كتبت ماذا لو كنت المغادر نسيت ولا متعمد ما قدرت اكتب في جاي يوم من الايام في فقره عدليات كنت مسويها مستحدثها في كاريزما فسوينا حلقه استثنائيه كان مقدمها وليد قشران وانا كنت ضيفها فسالني اذكر وليد قشران يعني ماذا لو كنت المغادر وكذا قلت صراحه اتمنى ان اغادر في يوم من الايام اوف ليش بعيدا عن انك تعيش تجربه جديده انك انت تكون مغادر بدل ما تكون تودع تكون المودع يا اخي حلو تشوف غلطاتك بعيون اخوياك نعم والله العظيم يا جماعه تمنيت اني اطلع عشان اشوفك مدغم ابو شيبه البيت ما يحضرني انه وده يشوف كيف الانسان يحصل حقيقه انه يشوف بعد ما يموت مشاعر الناس بس يبغى يشوف الساعتين الاولى من بعد وفاته كيف تتحقق الانسان هذا كتبها في بيت شعرين او بيتين شعر ما اذكرها اللي بيبحث عنها بيلقاها بس فعلا ترى من الاشياء اللي الانسان ما هو محظوظ فيها انه كذا ما يشوف مشاعر الناس تجاهها بعد ما يفقد فهمت عميق عموما انا اكتشفت برامج الواقع عميقه وعن تجربه هو اللي يفقد الاشخاص ثم المكان الجمع الاشخاص حتكسبهم حتطلع انت وياهم طبعا اذا كان عندك بعد نظر وكان قلبك كبير وكنت اساسا هدفك سامي ما كان هدفك البرنامج فقط صح تتكسبهم اخوان بتعيش انت وياهم فانا ما احب اصحاب النظره القصيره اللي مثلا بعد ما ينتهي البرنامج يعزف عنك ما بتعزف بهالظروف هو يعزف اي هذا إيه. فهو اللي فقد اليوم في خروج الزعيزعي ما هو فقدي الزعيزعي كسبناه بعد 4 ساعات نلقاه في الاوتيل والامور طيبه الله الله لكن الكلام وجوده في المكان مشاركته لك في هذه اللحظه فقط هذا اللي جوه رهيب يقول تفارقنا كذا مر يقول تفارقنا ايش يقول عادي تفارقنا كذا مره وعودنا زي النص هذا بس ذكرني الخاطرة هذا النص هذا بعدليات آخر حلقة في فقرة عدليات كانت مع الجمهور ممتاز إيه؟ يوم جيت أنت تقول لنا فقد المكان والله أني أذكر هي موجودة في اليوتيوب فقلت آخر يمكن أنا دائما أحب أختم الفقرة بكلمة فمان الله كذا فجيت بختم في يمكن 30 ثانية أو 20 ثانية أذكر أني قلت قبل أن نشتاق لهذا المكان بعد 10 أيام أنتم ستشتاقون لكل الأرواح التي امتلأت بها هذه الأمكنة زوايا هذا المكان نعم امتلأت بها هذه الأمكنة لذلك كم باقي يا فهد؟ لا يا رجال عطنا معك مويه يا فهد عطنا ماء لذلك عطنا معك ماي طيب عطنا معك ماي تكفى اسلم لا ما عندنا لذلك في كل مرة نغادر نعود ولكن هذه المرة لن نعود أبدا عادل كم كان برنامجكم 90 يوم وش كان أجمل شهر في الثلاث شهور أجمل شهر الشهر الأخير وانت يا ركا
هناك كان أجمل يوم. لا بس كشهر. تقريبا من يوم 30 إلى يوم 50 20 يوم كانت حلوة. أنتم تعلمون وأنتم كنتم مقدمين كنا نجيكم في آخر شهر ما قفلتوا غير آخر أسبوعين. تدرون إني آخر شهر كنت حزين بشكل كامل. ليه؟ عارف إن في نهاية. الكل شيء له نهاية. والله إني صادق. الكل شيء له نهاية. كنت مجتمع مع العيال في 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 اللوكيشنات وكذا. أعرف إن اللي طاف أكثر من اللي بقي. طيب ليش إحنا دائما عندنا برامج البزنس من أهم محطات حياتي. في سؤال إحنا أنا قبل شيء في سؤال دائما يسألونه ماذا لو عاد معتذرا صح؟